صباح الخير، الله يصبحكم بالخير. أنا الدكتور عمر أبو محسن، استشاري نساء وولادة، مستشفى العيادة الإماراتي. هنحكي اليوم عن المانجمنت اوف هايبر تنشن during pregnancy. طبعا الهايبر تنشن واحد من أهم المواضيع اللي ممكن تقابلنا في الكورس بتاعكم. الهايبرتنشن دو بريجننسي ذا موست كومن كومبليكيشن افتر انيميا، ات اكونت فور اباوت 10 تو 15% هايبرتنشن. الكوز ان بريجننسي، طبعا عشان بيسموه هايبرتنشن ان بريجننسي. الكوز طبعا البريجننسي، والبريجننسي كانت بي افويدد. اي واحده بتتزوج كل امنيتها انها تحمل بعد كده، يو كانت افويد ذا بريجننسي. تمام، واي اند هاو، ليش بحصل في هذا الست؟ ليش بحصلش في هذا؟ ستيل ا ميستري. اوكي، حتى الان كلها ثيوريز وكلها عباره عن ابحاث، لحتى الان ما طلعت لناش نتائج ليش بتحصل مع هاي بتحصلش مع هاي. الهايبرتنشن بريجننسي از ا بروجريسيف ديس اوردر وذ ان بريدكتبل اوت كم، يعني يو كانت بريدكت ايش ممكن يحصل لا في البيشنت ولا في البيبي انسايد. اتس بروجريسيف ديسيز، يعني كل يوم عن يوم ايه في تغيرات جديده. يعني لو جينا قيمنا الست اليوم ما فيش عندها كومبلين، بكره تلاقي عندها كومبلين اوف هيديك، بيرنج اوف فيجن، ممكن تلاقيها صارت بافي فيس، ممكن تلاقيها صارت تقول لك انا شايفك اثنين ثلاثه. يعني التغيرات بتكون سريعه. الاوت كم از ان بريدكتبل، لانه ممكن تعمل ترمينيشن للبريجننسي في على 24 26 28 30 اسبوع قبل ما يحصل، عشان الكومبليكيشن بتحصل كثيره. وبالتالي اذا قلنا اتس ان بريدكتبل اوت كم، it's a wide spread multi organ involvement. It involves every organ في الجسم from the brain until okay lower extremities. The treatment is difficult and unsatisfactory. ليش difficult؟ The treatment how to deal with hypertension احنا difficult كموضوع كبير، بس ال hypertension او ال preeclampsia كموضوع عام كبير very difficult. لانه once you diagnose this is preeclampsia hypertension بعدها بس هنشرحها بعد كده. You are not going to gain more than 10 to 14 days على أقصى الأيام. Okay. And unsatisfactory لأنه في النهاية هتطلع بيبي preterm، لأنه البريجننسي الهايبرتنشن بريجننسي the most common iatrogenic cause of prematurity. The most common cause of iatrogenic prematurity. ليش؟ لأنه احنا أحيانا بنضطر ننهي الحمل بدري عشان for the sake of the mother. لانه ممكن البيبي، ممكن احنا نجيب بيبي تاني بعد كده، بس الام اتس ديفيكلت تو جيت انذر وومن، لكن ممكن تجيب واحده تاني. اوكي، التريتمنت ديفيكلت ان ساتسفاكتوري، بوسيبيليتي اوف ان اكسبكتد سادن اند سيريوس كومبليكيشن اوف مادر اند فيتوس. ممكن عندنا سيريوس كومبليكيشن للمادر، ممكن يحصل سادن سيفير بري اكلامسيا، ممكن تدخل الست في اكلامتيك فيت، ممكن يصير عندها رابشر ليفر، ممكن يصير عندها رينال فيلر، ممكن تدخل في دي اي سي، ممكن تدخل في سيريبرال اديما، ممكن تصير سيريبرال هيموريج، ممكن تدخل في بلايندنس، يعني مشاكلها كثيره. اوكي، ذا ميجر كوز اوف ماتيرنال فيتال اند نيونيتال موربيديتي اند مورتاليتي. Recurrent rate in subsequent pregnancy it depends on the first trimester. إذا كان في first trimester بكون أقل، في second بكون أكثر شوية، في third أكثر فأكثر. تمام؟ نرجع على السكيم كده، السكيم هذا بوضح لنا الـ hypertension disorder in pregnancy. زي ما حكينا على diabetes قبل كده، إنه بنقسمها pre-existing hypertension and gestational hypertension. أوكي؟ يعني ممكن تكون هي chronic hypertension. عشان نشخصها كرونيك هايبرتنشن لازم يجي الهايبرتنشن بيفور 20 ويكس. البريجننسي انديوس هايبرتنشن هذا طبعا بيحصل بعد 20 ويكس. طبعا زي ما انتم شايفين البريجننسي انديوس هايبرتنشن ممكن يكون بي اي اتش الون زي البريجننسي انديوس هايبرتنشن اختصارات هذه وداوت بروتونوريا، لكن لو كان عندنا بروتونوريا بسميها بري اكلامسيا، صارت من البريجننسي انديوس هايبرتنشن هايبرتنشن الون مع بريتونوريا صار اسمها بري اكلامسيا. طبعا البري اكلامسيا الكلاسيفيكيشن تبعها ممكن تكون سيفير بري اكلامسيا، ممكن تكون مايلد، او ممكن تدخل في شيء بسموه اكلامسيا، ممكن تدخل في شيء بسموه هيلب سندروم. هنبين الكلام هذا بعد شوي. تمام، هلا ايش الريسك فاكتورز انه يتكون عند الست هذه هايبرتنشن ما يتكونش عند الست هذه؟
طبعا لو جينا قسمنا الامور حنقسمها لشيء بسموه جينيتيك فاكتور، ميديكال فاكتور، اند اوبستيكال فاكتور. تمام، الجينيتيك فاكتورز يعني اي واحده اختها صار عندها هايبر تنشن بريجننسي، الريسك حيصير عندها اعلى اللي يصير عندها هايبر تنشن. اي واحده امها صار عندها بريكلامسيا او هايبر تنشن في البريجننسي، الريسك حيكون عالي ان يصير عندها هايبر تنشن في الحمل نفسه. ايش الميديكال؟ الميديكال ممكن يكون عندها انتي فوسفوليبيد سندروم، ممكن يكون عندها اس ال اي، ممكن يكون كرونيك رينال ديسيز، ممكن يكون كرونيك هايبر تنشن، ممكن يكون ترومبوفيليا. اوكي، هذه كلها ميديكال ديس اوردر ممكن تكون ريسك فاكتور. ايش الاوبستيكال كوز؟ الاوبستيكال كوز اول شيء البرايمي جرافيدا. Hypertension is a disease of primary gravida. Primary gravida is a disease of primary gravida. عشان كده بحصل دائما في البكر، في البكارة الهايبرتنشن دائما بحصل أكثر. واحدة في المالتيبل بريجننسي، مالتيبل تكون حامل توين تريبلت عرضة يصير عندها هايبرتنشن. واحدة يكون لونج تيرم انترفال ما بين حمل وحمل 10 سنوات 7 سنوات الريسك تبعها بزيد. واحدة بكون عندها حامل في شيء بسموه مولر بريجننسي أو هيديتي فور مول. اوكي، هذا ريسك اوف هايبر تنشن بيكون عالي عندهم. فهذه الحالات اذا واحده بيكون عندها بريفيس هيستوري اوف هايبر تنشن حيتكون عندها ريسك، حيكون عالي ان تكون عندها هايبر تنشن. تمام، اوكي. زي ما انتم شايفين البريجننسي يدوس هايبر تنشن موستلي ان يونج، زي ما حكينا يونج دائما بيكون يونج او ممكن يكون فوق ال 35 سنه، لازم يحصل في الثيرد تريمستر او بعد السكند هاف بريجننسي، بس نوت بيفور 20 ويكس. لاحظين العباره هذه نوت بيفور 20 ويكس، لو حصل قبل 20 ويكس بسموه له اسم ثاني هنحكي عنه بعد شوي. هايبر تنشن بريجننسي ممكن يكون اوكي البلد بريشر اكثر من 140 على 90، اوكي الون وذ مايلد اديما بسموه هايبر تنشن. اذا كان اديما بس فيش بروتونوريا هون، عشان كده سميناه هايبر تنشن ان بريجننسي. لو صار عندنا بريكلامسيا، بريكلامسيا معناها هايبر تنشن زائد بروتونوريا اللي حكينا عليها قبل شويه. لو رجعنا للسلايد الاولاني وشفنا ايش ال شفنا السلايد هنلاقي انه زي ما حكينا هون وداوت بريتونوريا صار لها بريكلامسيا دوس هايبر تنشن، مع بروتونوريا صار اسمها بريكلامسيا. تمام، ده كان مايلد بريك لمس يكون بلد بريشر اقل من 160 على 110، مايلد اديما بريتونوريا تريس اور بلس 1، مينيمال ليفيتد في الليفر انزيم. لكن لو كان سيفير بريك لمس، ايش يعني سيفير بريك لمس؟ لازم يكون عندنا الضغط اكثر من 160 على 110. لو عندنا قراءه أو اول قراءه او قراءه واحده اكثر من 160 صار اسمها سيفير، اقل من 110 ديستول صار سماها ايش؟ مايلد او مودريت. لكن 100 ضغطها 160 اكثر من 160 على 110 معناها صارت سيفيريتي. ممكن يكون لو سيفيريتي طبعا مصحوبه بمارك اديما، اديما كثيره، بروتونوريا بلس 1 بلس 2 بلس 3، بتكون عندها هيديك، فيجوال ديستربنس بتقول لك انا شايفك دكتور اثنين او ثلاثه، شايفه شيء بغبش قدامي. ابدومينال بين، البين طبعا كثير كثير ناس بغلطوا في الابدومينال بين، تيجي ست كومبلينها سيفير بريكلامسيا واحنا مش عارفينها ومش عارفين. هي الساعة 12 بالليل واحدة بالليل، دائما البيشنت تيك البيشنت كومبلين سيريوسلي. ليش؟ لأنه محدش بيجي من البيت الساعة 1 الساعة 2 وات ايفر حتى الظهر على المستشفى عشان شكوى بسيطة. الأبدومينال بين مش إنه نديه رندين ونقول له روح، لا، الأبدومينال بين هذا علامة من علامات إنه الليفر صار فيه ستريتشنج للجليسنكس كبسول بتاعت الليفر، وبالتالي أصبحت المريضة تعاني من بين، يعني هذه علامات سيفيريتي، علامات إنه الليفر تو بي رابشر ليتر أون. فناخذ بالنا من السيمبتومز بتاعت المريض. الاوليجوريا بتقول لك طبعا صار اقل اليورين اوتبوت قليل جدا، ترومبوسيتوبين لو عملنا سي بي سي عشان كده هتلاقي ديكريز في البليتلتس، البيلروبين والليفر انزيم الكرياتينين هيقل، الليفر انزيم حتى هيزيد. لو عملنا استيميشن للفيتال ويت هنلاقي البيبي از نوت جروينج ذات ماتش. هذا يسموه سيفير بريكلامسيا هايبر تنشن مع بروتونوريا. السيفيريتي تعتمد على البلد بريشر اذا كان اكثر من 60 على 110. ايش يسموه الكلامسيا؟ يسموها سيركلامسيا وذ هايبر تنشن. كل العلامات الموجوده فوق اللي حكيناها قبل شويه مع كونفالجن
تونيك كلونيك كونفولجن معناها دخلنا في كلامسيا او كلامتك فيت. فاين اوكي. هل هذا سميناه بريجننسي انديوس هايبرتنشن؟ يا اما بريجننسي انديوس هايبرتنشن وداتو بريتونوريا بنسميها بي اي اتش، اذا كان في بريتونوريا بنسميه بري اكلامسيا، اذا كان بري اكلامسيا دخلنا في سيفير فون بري اكلامسيا ودخلنا في كونفولجن بنسميه اكلامسيا او كلامتك فيت. لكن لو ست هذه عندها كرونيك هايبرتنشن، ايش يعني كرونيك؟ يعني هي قبل ما تحمل هي عارفه حالها انها عندها ضغط وبتاخذ انتي هايبرتنسيف دراجز وبتتابع عن طبيب باطنه وبتتابع عندها ملف في الوكاله وات ايفر، وهي عارفه حالها هي مريضه ضغط. سموها كرونيك، بسميها كرونيك. عشان كده الحالات هذه الكرونيك اوريدي دي ار اوريدي اوبيز اولد ايج جراند مالتي بكون والدين مره مرتين وثلاثه وعشره. Likely to be an anti-hypertensive، لازم تكون غالبا في anti-hypertensive drugs. Usually pre-exist، يعني دائما غالبا بتكون هي عندها الضغط قبل ما تحمل. Appears early، دائما بيحصل قبل ال 20 اسبوع، قبل ال 20 اسبوع، احنا قلنا بي اي اتش بيحصل بعد ال 20 اسبوع. And persists postpartum، لانه اصلا عندها ضغط حيضل الضغط معها خلال الحمل وحيضل بعد الولاده، لانه and persists postpartum. End organ damage may be present. Coincidental sustained high blood pressure throughout pregnancy and postpartum. Okay. Aggravated by pregnancy. احنا بنسميها chronic hypertension. لكن لو صار فيها بريتونوريا ايش بنسميها؟ Superimposed preeclampsia. يعني hypertension مع بريتونوريا في واحدة pre-existing بنسميها superimposed. لو صار في عندها clamptic fit في severe superimposed preeclampsia بنسميها superimposed eclampsia. يعني هناك فرق بين البي اي اتش البريجننسي ديوس هايبرتنشن والكرونيك هايبرتنشن في التسميات. اوكي الكرونيك هايبرتنشن بيحصل قبل ال 20 اسبوع وميلي جراند مالتي وميلي بيكون ايردلي والناس والستات اوبيز وموست لايكلي يكون ماشي على الانتي هايبرتنسيف دراجز تمام. وابيز ايلي قبل ال 20 اسبوع، يعني تيجي تسيت على الطوارئ في الاسبوع التاسع الاسبوع ال 12 الاسبوع ال 15 افحص ضغطها بتلاقي ضغطها عالي، هذه بسموها كرونيك هايبرتنشن. لكن لو الكرونيك هذا كان مصاحب مع بريتونوريا بسميها سوبر امبوز بري اكلامسيا. لكن في البي اي اتش البريجنسي انديوس لو كان في بريتونوريا بسميها بري اكلامسيا من غير سوبر امبوز، لكن في الكرونيك بسميها سوبر امبوز بري اكلامسيا. في السيفير بري اكلامسيا في البريجنسي انديوس صارت سيفير بري اكلامسيا صار عندها فت بنسميها كونفالجن، هنا بنسميها سوبر امبوز اكلامسيا. مفهوم الكلام هذا؟ نعيد ولا مفهوم؟ مفهوم. اوكي. هلا ايش الباثوفيسيولوجي او بي اي اتش؟ ايش كيف ممكن يحصل باثوفيسيولوجي؟ ليش بيحصل مع بعض الستات بعض الستات لا؟ طبعا زي ما حكينا في يعني ممكن يكون جينيتكس، ممكن يكون اوبستيكال كوز، ممكن يكون ميديكال كوزز. بصير فاسوسبازم فاسوسبازم اند هيموريج اند انكريز necrosis and end organ damage. ايش اللي بيصير؟ الفاسوسبازم وين بيصير؟ الفاسوسبازم بيصير في السبايرال ارتري. السبايرال ارتري بغذي الاندوميتريوم، اوكي؟ السبايرال ارتري بيصير في فاسوسبازم، ايش يعني فاسوسبازم؟ السبايرال ارتري ميزته انه يكون بيصير هاي كاباسيتنت، اوكي؟ ليس ريزيستنس، لكن في الحالات اللي بيصير فيها بي اي اتش بيصير هاي ريزيستنس ليس كاباسيتنت، بتلاقيه السبايرال ارتري بتلاقيه ريجيد اندايليتد بتوسعش ما بتوسع، وبالتالي هذا هو الليدز تو ديكريز بلاد سبلاي داسنتال ديوس داسنتال برفيوجن، وبالتالي ليدز تو انتراين جروث ريستركشن بصيرش غذاء كفايه للبيبي، وبالتالي ممكن يحصل عندنا فيتال ديث. يعني الباثولوجي هون في البلاسنتا برضه دائما البلاسنتا الاي جي ار والبري اكلامسيا بيشتركوا في باثولوجي واحد هو البلاسنتا تمام. اوكي هلا شايفين الصوره هذه عباره عن ايش؟ سيريس كومبليكيشن، يعني تنفجر الضغط زي ما انتم شايفين بدها تنفجر. وات از ذا موست سيريس كومبليكيشن؟ واحده عندها سيفير بري اكلامسيا، زي ما قلت لكم ديلينج وذ سيفير بري اكلامسيا او سيفير وذ هايبر تنشن يور بريجنانسي از نوت ايزي، يو هاف تو اوبن يور ايز. اوكي think twice، فكر كويس دائما عندك weigh your decision between انه risk of the mother risk على البيبي. اوكي okay. weigh your decision، اذا كان انا هستنى شويه
ايش هيحصل على المذر؟ لكن هسوي ايش؟ what am I going to gain for the baby? Okay, you have to weigh your decision. What is the most serious complication اللي ممكن تحصل عنها؟ هيلب سندروم. الهيلب سندروم هذا اختصارات هيموليسيس elevated liver enzyme and low platelets. لاتش هيموليسيس elevated liver enzyme low platelets. Okay, هذا بسموه هيلب سندروم. ابربشن بلاسنتا، واحد سيفير بليت لمسه ممكن عرضه لابربشن بلاسنتا، وابربشن بلاسنتا ممكن ليدز تو انتر تران فيتال ديث. بلمونري ايديما، اكيوت رينال فيلير زي ما حكينا قبل شويه، سيريبرال هيموريج، فيجوال ديستربنس اند بلايندنس، في بعض الحالات ممكن ليد تو بلايندنس. هيباتيك رابشر زي ما قلنا، اي كومبلين اوف ايبيجاستيك بين، علامات انه الجلسين كبسول بدات ستريتشنج وبالتالي ما ليد تو هيباتيك رابشر. الكترولايت بالانس اند بوست بارتم كولابس. شايفين السيريس كومبليكيشن؟ عشان انا ما اوصلش حالي للكومبليكيشن هذه وللسيرة الكومبليكيشن الموجوده، I have to treat well and I have when to interfere. ممكن امتى اتدخل. هلا السؤال يطرح نفسه، لو كان عندنا مريضه 28 اسبوع بري اكلامسيا ودخلت في السيفيريتي بتاعت البري اكلامسيا، وبدنا اعطينا المانجمنت والهاي انتي هايبرتنسيف دراجز، هنحكيها بعد شوي الانتي هايبرتنسيف دراجز. اوكي، كل المانجمنت عملناها، لكن زي ما قلنا اتس بروجريسيف ديسيز، يوم عن يوم ليفر فانكشن تست بدا يعلى، الكرياتينين بدات تعلى، الامور بدات تعلى، البليتلتس بدات توطى، بالتالي علامات السيفيريتي بدات، المريضه بتقول لك انا مش شايفه، بطلت اركز، صارت بافي، بطل عينيها مبينين من وشها. اوكي، هذه علامات بتقول لك انا حنفجر، لو ما خلصتنيش، لو ما نهتنيش اليوم انا it may leads to collapse, it may leads to cerebral hemorrhage, it may leads to a sudden intrauterine fetal death للبيبي. So you have to weigh your decision when to interfere. طبعا كل studies اللي حصلت في العالم كله بتقول لك you are not going to gain more than 10 to 14 days على اقصى الشيء، على اقصى الاحتمالات you are not going to gain more than 10 to 14 days for the baby. يعني عندي severe preeclampsia 26 اسبوع، يعني ممكن اوصلها ل 27 27 بلس. اما ما اعند اقول لا لسه بدري، اول ذا سادن هخسر المريضه وهخسر البيبي. ف you have to weigh decision, you have to know الباثولوجي وين. بدل انا عرفت الباثولوجي وين، it's a very easy to weigh your decision. ممكن اضحي بالبيبي في سبيل انه اخلي الام تمام ما يصيرش معي سيريوس كومبليكيشن زي اللي انتم شايفينها على الشاشه. اوكي، هلا الاوبجيكتيف اوف مانجمنت، هاو تو مانج. اول شيء ذا كيور، فيري ديفيكالت تو كيور. احنا بندي انتي هايبرتنسيف دراجز، اوكي ديكريز اوكي البلاد بريشر، نوصله ل اوبتيمم to reduce blood pressure target تبعنا 140 على 90، not lower than 140 على 90. ليش not lower than؟ عشان ما يصيرش عندنا hypoperfusion. اوكي، promote fetal maturity، هذا الايم تبعي، promote fetal maturity، اوصل انه اللنج اذا كان انا الضغط كنترول، ما فيش عندي مشاكل، فيش عندي severity of preeclampsia، في عندي mild preeclampsia، او ممكن يكون عندي BIH alone، اعمل promote فيتال ماتشوريتي واعطي ديكساميتازون. احنا بنفتح ديكساميتازون بنعطيها على 27 اسبوع 26 اسبوع لعند 32 34 اسبوع. اوكي، تو بروموت لانج ماتشوريتي، يحاول برولونج بريجننسي 34 ل 36 احيانا ل 38 اسبوع اذا كانت مايلد بري اكلامسيا كنترول، ما فيش عندها سيمتومز اوف سيفيريتي، ما فيش عندها اي مشاكل. اوكي، تو اتشيف فيتال ماتشوريتي اند تن ترمينيشن، عشان لما اولد البيبي ما تدخلش في الحضانه، ولو قعد في الحضانه ما يقعدش فتره طويله. Delivery best day, best way and best place. لازم انا اكون امتى حولدها؟ المكان اللي حولدها فيه، مين لازم يكون معي؟ اوكي؟ هلا to be followed, look for appearance of ominous features. ايش الابيرنس اوف ominous features؟ زي ما حكينا بتلاقيها بتقول لك انا تفخت كثير، انا شايفك اثنين ثلاثه، شايف ايش سواد قدام عينيا، بطلت اشوف كويس. اوكي، ديلي ريكورد اوف بلاد بريشر كيو فور 6 اورز، مونيتور اليورين اوتبوت اند تيست فور بروتينوريا كواليتيتيف اند كوانتيتيف.
يعني ليش للتست بالبروتينوريا؟ لانه ممكن هلا ما يكونش في بروتينوريا، بكره يكون عندنا بروتينوريا، زي ما قلنا بروجريسيف ديسيز، يعني ما وقف عند حد وقف عنده، يعني اليوم فيش بروتينوريا بكره ممكن يكون، عشان كده الديسيجن تبعي هيتغير تماما. الليفر فانكشن تيست ديلي، بادي ويت لازم تقيس البادي ويت نشوف قديش بتزيد في اليوم، افري فور داي يوريك اسيد بليتلت كاونت ليفر فانكشن تيست ال دي اتش، ويكلي كرياتينين. هذه الفحوصات اللي ممكن نعملها تمونيتور ان هوسبيتال. الفيتال نعمل ديلي كلينيكال فيتال مونيتورينج، فيتال هارت ساوند، نفحص الفيتال هارت ساوند، نشوف الفاندل هايت، هل هو ماشي مع الديت مش ماشي مع الديت، البيت بيكسب ويت بيكسب شوي، الابدومينال جيرد نحسبه، نشوف اللايكر، اذا كان بيبي صغير ليتر اون هيصير عندنا اوليغادرامنس، من لاست ثينجز تو بي افكتد في الاي جي ار اللي هو شو اللي هو اللايكر، اخر شيء بتاثر في بيبي صغير بسنتال بروفيوجن فيري لو اللي هو اللايكر. تمام، فيتال موفمنت كاونت ونعمل السي تي جي زي ما بتعرفوها السي تي جي او شفتوها او حتشوفوها ليتر اون. التراساوند اون ادميشن ذن ويكلي فور فيتال باي فيزيكال بروفايل اند بلاسنتال اند لايكور فوليوم. دوبلر التراساوند بلاسنتال بلاد فلو فلو فيلوسيتي افري فور داي. احيانا ممكن نعمل ال اس ريشيو، بناخذ نعمل فلويد وبنشوف قديش ال اس ريشيو. حالات سيفير بري اكلامسيا هوسبيتاليزيشن مونيتور، ممكن نعطي احيانا سيديشن، نيوتريشنال سبلمنت بروتين ايرون كالسيوم فيتامين اي كبريفنشن، ستوب سموكينج اذا كان هي سموكر او تاخذ الكحول نعمل ستوب الكحول ستوب سموكينج. اوكي هلا وات از ذا تريتمنت؟ التريتمنت هون الجول تبعنا اللي هو نعطي هايبوتنسيف دراجز. الهايبوتنسيف دراجز اول شيء دراجز بنعطيه اللي هو الميثايل دوبا. حالات في حالات الاكيوت سوري في حالات الحالات اللي ايش؟ البي اي اتش اذا كان ضغطها اكثر من 140 على 90. في الحالات الكولد كيسز بنعطي الالدومين. الماكسيمم دوز للالدومين هو 2 جرامز اوكي 2 جرامز توايس ديلي الماكسيمم دوز. السكند لاين بندي اللي هو الكالسيوم شانل بلوكر نيفيدابين اوكي. اللاين في حالات السيفيريتي او حالات الاكيوت كيس ممكن نعطي تشويس وبرنتيرا للدراجز اللي هو بيتا بلوكر اللي هو البيتا لول بيتا مع الفا، وبندي فايزو دايتيشن اللي هو الادرينالين اوكي اي في. في بروتوكول للبيتا بلوكر قديش نعطي؟ في بروتوكول عام هنحكي معاه لما نشوفكم فيس تو فيس على الزوم، او ممكن نشوفكم ان شاء الله قريبا فيس تو فيس في المحاضرات في المستشفى. اوكي؟ بنعطي ديوريتكس، طبعا ديوريتكس حالات واحد حاله وحيده ممكن نعطي فيها ديوريتكس اذا كان عندنا ايش؟ بالمناري اديما، اذروايز ما بنديش. ليش ما بنديش؟ لانه اصلا الست ما عندهاش عندها فاسو كونستركشن، ما فيش عندها انترا فاسكولار فوليوم كثير، وبالتالي حاطي ديوريتكس حطلع لي انترا فاسكولار وحتعرف تعمل لي ديبليشن للانترا فاسكولار فوليوم. اوكي؟ التوكليتيك دراجز هنحكي عنها، وجلوكوكورتيكوز زي ما حكينا بندي ديكساميتازون 12 ملغ 2 دوزز 12 اورز ابارت. اوكي في الدراجز اللي ممكن احنا نعطيه اللي هو المغنيسيوم سلفيت. المغنيسيوم سلفيت طبعا زي ما انتم شايفين الشاشه اوكي النورمال ليفل للمغنيسيوم سلفيت 1.3 تو 2.6 ملغ بير ديسيلتر. ثيرابيوتيك دوز 4 على 8. طبعا الحالات اللي لازم تطلع عليها في واحد بتاخد مغنيسيوم سلفيت اللي هو التندر ريفلكس ريسبيراتوري ريت كارديك ريت اوكي واليورين اوتبوت. الحالات هذه انديكيت سيفيريتي، اي مشكله فيها انديكيت سيفيريتي مغنيسيوم سلفيت. اذا كان في سيفيريتي مغنيسيوم سلفيت ذن ستوب المغنيسيوم سلفيت ونعطي الانتيدوت للمغنيسيوم سلفيت اللي هو كالسيوم جلوكونيت 1 جرام اي في اوفر 3 مينتس. هذا في حالات السيفيريتي للمغنيسيوم. طبعا زي ما بيحكوا زمان لحتى الان بيحكوا there is a narrow therapeutic window between المغنيسيوم therapeutic dose والتوكسيك dose للمغنيسيوم سلفيت. Very narrow. عشان كده be careful لما ناخذ المغنيسيوم سلفيت. المغنيسيوم سلفيت طبعا ممكن يشتغل انتي كونفولجن وممكن يشتغل توكوليتيك. كيف نعطيه؟ اللودنج دوز 4 على 6 جرام اوفر 20 مينتس.
اوكي 4 ل 6 جرام نعطيها اوفر 20 مينتس. يو هاف تو مونيتور ذن المينتنس دوز 1 تو 2 جرام بير اور انفيوجن حسب البادي ويت بتاع السيل. اوكي اول شيء لازم يكون كوشن with patient with renal dysfunction or oliguria. اذا كان الست هذه عندها مشكله في الرينال لازم ندي هاف الدوز. اذا كان ما عندهاش you have to monitor urine output, reflexes, respiratory rate, muscle strength. If toxic then you have to discontinue and give magnesium sulfate and give calcium gluconate and support ventilation if يعني مشاكل في التوكسيسيتي. تمام؟ Treatment delivery طبعا زي ما قلنا التريتمنت للهايبرتنشن ان جنرال هو عمليه الدليفري. يو هاف تو ديليفر اوكي لانه الباثولوجي وين في البلاسنتا. وانس يو ديليفر البلاسنتا راح الباثولوجي. عشان كده التريتمنت اوف تشويس في حالات الهايبرتنشن از ديليفري. بيست داي وين احنا بنحكي الهايبرتنشن على 38 اسبوع ان اول كنترول كيسز. واحده بي اي اتش بريجنسي اندوس هايبرتنشن ماشي على انتي هايبرتنسيف دراجز ماشي على الالدومين 250 ملي جرام 1 باي 3 1 باي 4 ما فيش عندها سيمبتومز ما فيش عندها بروتينوريا ما فيش عندها اسوشيت اي والبيبي سايز نورمال ما فيش مشاكل. يو هاف تو ويت انتل 38 ويكس. لكن افتر 32 ويكس فور فيتال سلفيج يعني واحده 33 اسبوع سيفير بري اكلامسيا لقيت عند ديكريز فيتال مومنت. الست بيقول لك يا دكتور انا بطلت احس الحركه بطيئه جدا. عملت التا ساوند لقيت اللايكر قليل سيفير اوريجا هيدرامنوس ويد سيفير اي جي ار. اي جي ار اختصار لانترا يوتراني جروث ريستركشن. من العلامات لازم انا اطلع البيبي. ليه ديسلريشن وذ بور فاريبيلتي. عملت سي تي جي لقيت الفاريبيلتي ديكريز ولقيت في ديسلريشن. طبعا هنشوفكم اياه ونقرا لكم اياه السي تي جي هاو تو انتربريت سي تي جي هاو تو ريد سي تي جي. ريفرس امبلايكال دايستوليك بلاد فلو هدف الدوبلر. هدف في حالات الايش الفيتال كونديشن. اني تايم اف بروجريسيف ان سبايت اوف التريتمنت يعني زي ما قلنا الترمينيشن على 38 لو كانت ستيبل. لكن على 32 اسبوع صار عندي سيفير بري اكلامسيا. اوكي اذا كان البلاد بريشر اكثر من 160 على 110 اوكي يورين اوتبوت اقل من 400 البليتت كاونت اقل من 50000 سيرم كرياتينين انكريز بروجريسفلي ال دي اتش اكثر من 1000 هذه علامات سيفيريتي. يعني لو هي المريضه بتاخد تو انتي هايبرتنسيف دراجز والضغط عالي يو هاف تو ترمينيت ذا بريجنسي. هات ديكساميتازون اعمل ترمينيشن ات اني تايم انه هون انا بديش ادخل في المشاكل في السيفيريتي والمشاكل كومبليكيشن ممكن تحصل نتيجه ايش الهاي بلاد بريشر على المدر ويعمل لي مشاكل على المدر. بيست واي كيف ممكن نولد؟ هل كل الستات عندها سيفير بري اكلامس ممكن تولد قيصريه ولا ممكن تولد اندكشن اوف ليبر باي وات ايفر روت؟ اندكشن ويد اف فيتال كونديشن جود ما فيش عندي اي جي ار. حتى لو كان عندي اي جي ار واللايكر كويس والسي تي جي كويس ممكن اعمل اندكشن اوف ليبر باي بروستاجلاندين اي 2 ممكن اعمل او سيرفكس فيفرابل ممكن اعمل احط بروستاجلاندين اي 2 او بروستاجلاندين اي 1 انالوج اللي هو السيتوتيك اللي هنعرفكم عليه ونشوفكم كيف بيشتغل ونتائجه كتير 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 ممتازه. او ممكن نحط سيرفايكال بالون برضه سيرفايكال بالون هنورجيكم كيف بنحط السيرفايكال بالون وش هو السيرفايكال بالون وكيف بيشتغل وكيف بنركبه. باي لور سيجمنت سي اس امتى بنرجع للسي اس؟ يعني لازم نجرب طبيعي في الاول لكن مش كل الحالات. هي الحالات تجيك كونفالجن او افحصها بي بي لقيتها 9 سم 10 سم ممكن تولد من تحت فاين ولدها. لكن حالات توجد 2 سم 3 سم ولسه بدها وقت طويل لا ويت ويت ودخلها العمليات. ان كيس اوف ماتيرنال اند فيتال جيبرجي اذا كان عندي كونديشن اوف المذر كونديشن تاع البيبي زي ما حكينا قبل شويه فيهم مشاكل لا ترمينيت. بس طبعا الانستيزيا اذا جنرال او ديورا او سباينال از بيتر ليفت فور انستيزيولوجيست. طبعا الجنرال انستيزيا نبعد عنها كثير لانه بصير اديما في الابيجلوتس وبالتالي فيري ديفيكولت انتوبيشن. بيست بليس ان هاي ريسك بريجنسي يونت تيرشري هوسبيتال لازم يكون تيرشري هوسبيتال والويل اكويب
في لازم تكون البيديتريشن يكون موجود، الحضانه البيكو تكون كويسه، نيونيتال يونت تكون كويس عشان نعمل نقدر نحافظ على البيبي. البوست بارتم هيمريج، بوست بارتم ممكن يحصل بي بريبيرد تو فيس ان كيس اوف يوتراين اتوني ان كيس اوف دي اي سي اف دي بي اند بليدنج ديس اوردر، نعطي اوكسيتوكسيك دراجز يوتراين مساج، ممكن نعمل باكينج يوتراين افتر، ممكن نعمل يوتراين ارتري ليجيشن او انترنال ايليك ارتري ليجيشن، وفي النهايه ممكن نعمل ريسورس. طبعا انا بحكي لكم اجراء الستبس اللي ممكن نعملها في حالات اذا كان ما نجحش اول تشويس، ممكن ننجح الثاني، ممكن ننجح الثالث وهكذا، الفاينلي ممكن نعمل هيستيركتومي فاينلي. طبعا ما بحكيش عن شيء، طبعا اخر قرار مش قرار، قرار طبعا بكون قرار ثلاث او اربع استشاريين. نيونيتال كير بريزنس اوف بيديتريشن از ماست، لازم عشان شخص اللي كان بريماتشور هاو تو ديل وذ هيم اند فولو اب افتر 6 ويكس. لسه احنا بنقول 6 ويكس، ال 6 ويكس لانه هذه المرحله اللي بترجع فيها everything بيرجع لوضعه الطبيعي، لانه احنا بتعرفين البيك تاع الهايبر تنشن بعد الدليفري من 3 لـ 4 ايام بتلاقي بوصل بيك. اوكي، او ممكن الست تجي تقول لك يا دكتور انا عمره ما كان معي ضغط بعد الولاده، وجيت هلا في اليوم الرابع ضغط عالي 160 على 100. ايش بنسميها هذه؟ بنسميها بريك لامسي لو كان في بروتونوريا، فيش بروتونوريا بنسميها بي اي اتش بريجننسي اندوس هايبر تنشن، حتى لو ولدت بدل اسم بريجننسي اندوس هايبر تنشن. طب تعالوا نعرف البريجننسي اندوس هايبر تنشن. البريجننسي اندوس هايبر تنشن هو عباره عن increase في البلد بريشر after the second half of pregnancy after 20 weeks without proteinuria without proteinuria. نحكي عن بي اي اتش without proteinuria which persist 6 to 8 weeks after delivery. يعني اي patient بيجينا 6 to 12 او 8 weeks بعد الولاده عند ضغط بنرجع بنسميها pregnancy induced hypertension. كلام هذا مفهوم؟ اي سؤال اي استفسار؟ المحاضره هي قدامكم، محاضرة طويلة. احنا حاولنا نحكي الموجود على السلايد، نحكي شوية من برا، فيها حكي كتير. اوكي، الهايبرتنشن موضوع سلس حلو لو اتبعنا الخطوات ستيب باي ستيب. هنحب المادة، متى ما حبينا المادة هنبدع أكتر. وأي سؤال أي استفسار هتواصل مع الدكتورة سماح الدكتورة نور، وأي شيء بدكم إياه انا ما عندي مشكله. اي استفسار سواء كان في الماده اللي انا بعطيكم اياها او في اي ماده لها علاقه بالولاده بالنسبه للولاده، كول مي اني تايم، جوالي مع الدكتورات مع المعدات. نتمنى لكم وقتا طيبا وان شاء الله بالتوفيق. شكرا كثير.